بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله، السلام عليك يا سيدي يا بشير، السلام عليك يا سيدي يا نذير، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا نبي الأمة، السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يا حبيب رب العالمين، السلام عليك يا سيد المرسلين ويا خاتم النبيين. أشهد بأنك يا سيدي يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت بالله حق جهاده حتى أتاك اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صلي وسلم وبارك على صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود الشافع المشفع في عرصات المحشر، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه.